لا حول ولا قوة إلا بالله. هم الناس الأغنياء كده يسيبوا باب الفيلا مفتوح تيجي تخش تتكهرب بقى يا ويقولوا سرقنا ليه؟ الو، ايوه يا جراده، بكره التسليم الساعه 5، تسليم البضاعه عند كازينو عش البلبل. سلام. الو، ايوه يا دوما، بكره تسليم البضاعه الساعه 5 عند كازينو عش البلبل. سلام. الو، ايوه يا بوليس، بكرة جرادة وأبو دومة يتقابلوا يسلموا البضاعة الساعة 5. عند كازينو عش البلبل. سلام. أيوة يا جرادة، قول لأبو دومة إن البوليس جاي لكم بكرة الساعة 5. اهربوا أنتوا الساعة 4 بقى. يلا سلام. ايوه يا بوليس، جراده وابو دوما يهربوا الساعه 4 بكره من عند الكازينو. روحوا لهم انتوا الساعه 3، استنوهم قبل ما يمشوا. يلا سلام. يا اخي الواحد معاه رصيد مش عارف يعمل بيه ايه، والله افترى. الزعبلاوي فين؟ ده انا نفسي اشوفه. يا سمعت عنه قصص وحواديت يا زعبلاوي، يا ما نفسي اشوفك يا زعبلاوي، يا ما نفسي اشوفك يا زعبلاوي. يا ايه الراجل صاحب الفيلا دي عنده شويه هدوم، هو ده بقى المنجهه، هي دي بقى القيافه. ايه اخيرا، ايه اخيرا شفتك يا زعبلاوي. ايه انت الزعبلاوي؟ لا لا، متهيألك انا مش الزعبلاوي ولا حاجه. لا لا، انا عارف ان انت هتركر نفسك. هركر نفسي؟ اه يعني انا اركرت نفسي؟ اه انا اركرت نفسي. الناس كلها بتقول عليك ان انت تعلب مركار. ما لازم ابقى مركار ما دام اركرت نفسي طبعا. مين حضرتك؟ انت لازم تسامحني. ليه حضرتك؟ انا عملت ايه؟ انا عارف ان انت واخد على خاطرك مني. واخد على خاطري؟ ده انا بحبك، والله بحبك. ايوه حضرتك، انا يعني انت عايز مني حاجه يعني؟ لا. ايه ايه، هتقتلني ولا ايه؟ والله ما عملت حاجه. انا مش الزعبلاوي. لا انا مش الزعبلاوي. انت الزعبلاوي. ايه دي؟ دول 150,000 جنيه عشان صبياني غلطوا فيك، هدية مني ليك. انا كزعبلاوي يعني؟ ايوه. خلاص، هما 150,000 بس ولا ايه؟ هو كان في 50,000 زيادة وانا لميتهم في الشارع وانا جاي. يعني ايه مفيش 50,000 كمان ولا ايه؟ مش هم 200 ولا 250؟ هم 250,000 وانا قدهم لك ومفيش حاجه تغلى عليك يا زعبلاوي. اه كده يا قاضي، اتعدل يا. ده انا بحبك والله. يا سلام. اه يا بالسهوله دي؟ يا هو ايه، هو كان ايه العمليه اللي بيني وبينك يا قاضي؟ العمليه اللي كانت بيني وبينك بضاعه. اه وفين الخاتم ده؟ ذهب؟ الخاتم ده دهب عيار 84. طب يلزمني الخاتم ده؟ ما يغلاش عليك يا زعبولة. والساعة اللي في ايدك دي ايه؟ معدن؟ الساعة 8 ايه بالظبط؟ هاتها بقى. ما تغلاش عليك يا زعبولة، ده انت حبيبي، والله حبيبي. يا سلام، ده الزعبلاوي ده يعني بيلم فلوس من غير ما يا س... ايوه هو ده. وفين البضاعه؟ ايه ايه بضاعه ايه؟ البنطلون اللي انت لابسه ده شمس؟ البنطلون ما يغلاش عليك يا زعبلاوي. لا لا لا، خلاص خلاص والله لا، انا قلعه يا عم. خلاص بقى. لا لا خلاص، يا الصيف جه وهموت.
يا عم خلاص مش قدام الناس خلاص. اه هو قدام الناس والله مجنون ويعملها. خلاص خلاص هلاقوا. طيب ماشي يا زعبلاوه حبيبي. ها فين بقيه البضاعه؟ ولا كانت بضاعتين اللي كانت بيني وبينك؟ انا كزعبلاوه مش فاكر. يا كانوا حشيش. ايه ده؟ زعبلاوي تاجر حشيش؟ والبضاعه في الشنطه. تكلم جد؟ بهزر. تربتين حشيش من اصل 8 ترب. والتمانية فين الباقيين؟ شربناهم انا والرجاله واحنا جايين. ايه الشغل ده؟ يعني انت شربت البضاعه؟ انت شربت الشغل يا دواء السم بيدوق. بيدوق لازم نشمها الاول قبل ما نشربها للناس. دي ما بتتشمش يا هبل. ما دي ايه دي؟ انا بتاع شامبو ما اعرفش في الحاجات دي. طب انت كده ايه ده؟ مين؟ تليفون. الو. ايوه يا جراده. البوليس جالكوا عند عش البلبل؟ ورحت ليه؟ انت رحت ليه؟ انت فين دلوقتي؟ هربت على المعادي؟ طب استخبى. ايوه يا بوليس. جراده في المعادي. يلا سلام. انت بتسلم اصحابك كلهم ولا ايه؟ يلا منهم لله. عايز مني حاجه تاني؟ انا عايزك تسامحني. انا مسامحك خلاص. انا مسامحك. مسامحني؟ طب انا عايز اقعد عندك في الفيلا بقى اسبوع اسبوعين سنه. عشان البوليس بره؟ البوليس مغرق الشوارع. طب اطلع التاوى فوق في اي حته، شوف اي اوضه من اللي فوق التاوى فيها. ماشي. خد شنطتك معاك. يلا. بس انا مسامحك يعني. انت مسامحني بجد يا زعبلاوي؟ خلاص سامحتك. لا انا حاسس ان انت مش مسامحني. يا جدع سامحتك خلاص. لا يا جدع سامحتك قلت لك. قول لي سامحتك. سامحتك 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 كتير. سامحتك كتير. سامحتك لاني. سامحتك لاني بحب بضمير. بحب بضمير. بحبك بحبك. ايه ايه ومخدرات ورجاله وايه؟ سامحتك سامحتك. قولها انت. سامحتك 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 كتير. سامحتك سامحتك بقلبي الكبير ومش ضعفي مني ولا غصب عني. سامحتك لاني بحبك بحبك بحب بضمير. وانا لسه يا كنت بحلم واحب النجوم. وكلكم وزعلك انتكم. انا عندي الدنيا تزعل ولا تزعل مني يوم. يلا لا 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 لا. والله بحبك. والله مجنون. يعني انا سامحت. سامحتك سامحتك. ما سامحتك دي اللي كان هنا. دلوقتي هنا بقى. انا اروح اقعد عندك في الفيلا. اقعد وما تخرجش الا لما اناديلك. انت اسمك ايه؟ انا مش مهم بقى اسمي. لا ده مهم. اسمك ايه؟ خفاش. خلاص اطلع الشعلق في سقف الاوضه. يلا على مناديلك. بحبك 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 كتير ومش ضعفي مني. بحبك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة يا كلون يا كلون. قولوا للي أكل الحرم يخاف بكرة اللي كانوا يفسدوا. يا بني أنا حاسس إن أنا في قرب أيضا. الحمد لله الحمد لله. ده أنا قلبي كان هيقع في رجليا.
انا قلت بوليس ولا حاجه، بس شفت يا معلم الفلوس وقلبته في اوعى ايدك، فلوس دي حقي. حقك وهي دي كانت هتجيلك لولاش احنا جبناك معانا. يا سلام، ولولاش انا دخلت جوه ولبست الجلابيه بتاعت الزعبلاوي وما كانش افتكرني الزعبلاوي واداني الفلوس. يعني ايه؟ يعني الفلوس دي بتاعت اللي هقرب لها هو حر. لا يبقى تشاهد على روحك. ايه هتعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنوريك. ورينا. ده كده البوليس رسمي بقى. يلا علينا. يلا اجري 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 ولا ما نجريش؟ ما نجريش. احنا نقف عادي. كاننا شغالين هنا. او كاننا حراميه عادي يعني، صح؟ بس ما نقولش على المخدرات. يا ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ ربنا يسترها.